دينا مشرف، نادين الدولتلي، يسرى اشرف حلمي، فجر عادل شومان، مريم هشام، مروه هشام، رنا حسام. وبيمثل نادي الزمالك فرح حسن عبد العزيز، ريم خالد، ساري اسامه، شهد سامح، جانا محمد، شهد خالد، جليله ناصر، واروى محمد حسن مصطفى. الجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن اشرف فتاح رئيس الجهاز الفني، والكابتن طارق فوزي مدرب عام، كابتن احمد عياد مدرب، والكابتن بسنت عثمان مدرب الشابات. نادي الزمالك كابتن مصطفى محمود رئيس الجهاز الفني، والكابتن محمد حنفي مدرب السيدات، والكابتن محمد الجندي مدرب مساعد. بيعلن المذيع الداخلي كابتن طارق، المذيع الداخلي يعلن دخول الفريقين لأرض الملعب. في هذا اللقاء هيمثل النادي الأهلي دينا مشرف البطلة الكبيرة، كابتن نادين الدولتلي، مريم هشام من اللاعبات الصاعدات الواعدات، زي ما قلنا الجهاز الفني خبير الدولي الصيني زانج تشاولين، نادي الزمالك بيمثله في هذا اللقاء شهد سامح، سالي أسامة، جنى سعد. الجهاز الفني بقيادة الكابتن مصطفى محمود، والمدرب كابتن محمد حنفي، ويساعده كابتن محمد الكندي. يحكم هذا اللقاء الحكم الدولي أحمد يعود، الحكم الدولي نسمة علي يعود، حكم العداد نسمة محمد شحاتة، حكم عام البطولة الحكم العام الدولي كابتن محمد الروضي، الحكم العام المساعد خالد زكي. أنهى المذيع الداخلي الإعلان عن أسماء اللاعبين والسادة الحكام. لعيبة طبعا بتسلم على بعضها في بداية اللقاء الهام، ختام الدورة المجمعة الأولى للسيدات من الصالة رقم 2 بنادي هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. دورة مجمعة أقيمت الفترة من 28 إلى 31 مارس 2019 لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن. شارك في الدورة المجمعة أندية الأهلي، الزمالك، المعادي، الأولمبي، جزيرة الورد، سبورتينج، الرباط والأنوار، أصحاب الجياد، إسكندرية. طبعا يعني في هذه الدورة المجمعة لأول مرة الاتحاد المصري لتنس الطاولة سمح بمشاركة المحترفات. لعبة سنة من الجزائر شاركت مع نادي سبورتينج، ودي كانت بادرة جميلة من الاتحاد المصري لتنس الطاولة بقيادة الكابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد، لإتاحة الفرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات وظهور المحترفين والمحترفات في الدوري المصري لتنس الطاولة. المباراة الأولى في لقاء الأهلي والزمالك النهاردة هيكون بين اللاعبة الدولية، لاعبة المنتخب القومي المصري والنادي الأهلي دينا علاء مشرف، هتتلاقى مع اللاعبة شهد سامح من نادي الزمالك.
نادي الزمالك بيدفع بالصف الثاني لإعداد فريق المستقبل. اللعيبة شادي سامح واللعيبة سالي أسامة وجنى سعد. أما النادي الأهلي فبيشارك في هذه أو في هذا اللقاء بالقوة الضاربة لفريق السيدات بالنادي الأهلي الحاصل على بطولة الأندية العربية وبطولة الأندية الأفريقية في آخر مشاركات للنادي في تلك الفعاليات العربية والأفريقية اللي أقيمت 2018 في تونس، واستطاع النادي الأهلي انه يحرز الميدالية الذهبية وكأس بطولة الأندية العربية وأعقبها الميدالية الذهبية وكأس بطولة الأندية الأفريقية. في 2019 الفائز بلقب الدوري المصري إن شاء الله هيشارك في بطولة الأندية العربية اللي هتقام في أغادير بالمغرب الشقيق. إحماء ما قبل المباراة الأولى، دينا مشرف من أسرة كلها تعشق تنس الطاولة من أول الجد الدكتور وفيق مشرف رحمة الله عليه، والدها الدكتور علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، مامتها كابتن شيرين الألفي من أبطال أفريقيا في اللعبة. دينا مشرف حقيقة تاريخ مشرف في تنس الطاولة، ذهبية الأمم الأفريقية 2015، ذهبية كأس أفريقيا 2011-2014. هيبتدي الشوط الأول من المباراة الأولى، دينا مشرف بتخفق في ضربة الإرسال الأولى وتتقدم شهد سامح لا شيء واحد. هجوم من شهد سامح ولكن خارج الطاولة 1-1. هنشوف لقاء ما بين الخبرة والشباب، القوة والحماس، الأمل والمستقبل. 1-2 ضربة إرسال مع شهد سامح لاعبة نادي الزمالك. دينا مشرف لاعبة مخضرمة، لاعبة صاحبة خبرة كبيرة زي ما قلنا، حاصلة على العديد من الميداليات على المستوى المحلي والعربي والأفريقي والدولي. 4-1 لصالح دينا مشرف اللي معاها ضربة الإرسال صاحبة القميص الأحمر لعبة النادي الأهلي والمنتخب القومي المصري، لسه رجع من بطولة عمان الدولية كانت بتمثل المنتخب المصري، المنتخب القومي المصري في تنس الطاولة. واحد خمسة وضربة إرسال مع شاهد سامح. شاهد سامح طبعا بتحاول ولكن أمامها لاعبة كبيرة. دينا مشرف حصلت على ذهبية الأمم الأفريقية 2015، ذهبية كأس أفريقيا 2011-2014، بطلة دورة الألعاب العربية بالدوحة 2011، تاني بطولة ليجوس المفتوحة 2015، وتاني بطولة مصر المفتوحة 2013 في السيدات. أول بطولة ليجوس المفتوحة الدولية طبعا، وبطولة مصر الدولية 2013 في 21 سنة. تاريخ مشرف، شاركت في أولمبياد الشباب بسنغافورة 2014، وشاركت في 6 بطولات عالم ومرتين في كأس العالم ومرة في كأس عالم فرق وأولمبياد لندن 2012. 8-1 فارق 7 نقاط في الشوط الأول من المباراة الأولى في لقاء الأهلي والزمالك في ختام الدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز للسيدات. 9-2 فارق 7 نقاط، فارق كبير يدل على الفارق في الخبرة والإمكانيات الفنية. زي ما قلنا نادي الزمالك بيدفع بالصف الثاني لاكتساب الخبرة، النادي الأهلي بيدفع بالقوة الضاربة. دينا مشرف 10-2
الشوط الاول دينا مشرف 11-2. لقاء صعب على اللاعبة شهد سامح، ولكن كابتن طارق فوزي المدرب العام لفريق السيدات بالنادي الاهلي بيعطي التعليمات والنصائح والارشادات للاعبة دينا مشرف. المباراة يهيأ لي انها سهلة لدينا، صعبة على شهد سامح. نادي الزمالك خلال هذا الموسم غير 3 أجهزة فنية في موسم واحد، اخرهم التولي كابتن مصطفى محمود اللي لسه راجع من الكويت، كان مدرب محترف وحقق العديد من النتائج وكان وجهة مشرفة لتنس الطاولة المصرية. كابتن مصطفى بدأ في نادي الترسانة، وحقيقة كان في العديد من اللاعبين اللي النهاردة هم القوام الرئيسي للمنتخب القومي المصري زي أحمد علي صالح اللي انتقل لنادي الزمالك ثم نادي إنبي، وبيعاونوا لفريق السيدات الكابتن محمد حنفي. ضربة إرسال مع شاهد سامح، 1-0. ضربة إرسال مهارة يستطيع اللاعب أن يحصل بها على النقاط. فعلا شاهد سامح حصلت على النقطة الأولى ليها من ضربة إرسال، ودينا مشرف 1-1 وتغيير لضربة الإرسال. دينا مشرف بتلعب باليد اليسرى، دي ميزة من الميزات اللي بتبقى موجودة عند اللاعبين، لأن اللاعب بيبقى متعود على رد الكرة من خلال اليد اليمنى. لما بيكون يعني لعيبة اللي بتلعب بإيدها الشمال أو بإيدها اليسرى بيبقوا قليلين ومميزين. 2-2 الشوط الثاني. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يا سلام يا شاهد، يا سلام يا شاهد، برافو. ضربة لولبية أمامية قوية على يسار اللاعبة دينا مشرف، تحصد بها اللاعبة شاهد النقطة الثالثة ليها وتتقدم بفارق نقطة واحدة 3-2. برافو يا شاهد، برافو يا شاهد، بتحاول وتجتهد وتطلع كل ما في جعبتها في هذه المباراة الأولى، وتتقدم شاهد بفارق نقطتين 2-4 وتغيير لضربة الإرسال مع دينا مشرف. يا سلام يا دينا، ضربات لولبية أمامية متتالية تحصد بها النقطة الثالثة لها في الشوط الأول وتقلل الفارق إلى نقطة واحدة 3-4. شاهد بتحاول إنها تبادل بالهجوم، ولكن الكرة تحف بالحافة العلوية للشبكة وتغير من اتجاه وتطلع بره. يا سلام يا دينا، هجوم مباغت، تتقدم 5-4 بفارق نقطة واحدة دينا مشرف، وضربة الإرسال مع شهد سامح. يا سلام يا دينا، كرة لولبية خلفية من الباك هاند تحصد بها النقطة الستة ليها وتتفوق بفارق نقطتين 6-4 ومعاها ضربة الإرسال. ضربة إرسال قوية تحصد بها دينا مشرف النقطة السابعة ليها ويزداد الفارق إلى 3 نقاط. برافو يا شاهد، ولكن كتر خيرها، فارق كبير في السن والخبرة والحنكة بين اللاعبة دينا مشرف وشاهد سامح. لسه في مرحلة الناشئين شاهد سامح أو الناشئات، بتلاعب لعبة في مرحلة السيدات. برافو يا شاهد، فارق 3 نقاط 5-8 وضربة إرسال مع شاهد سامح لعبة نادي الزمالك. هجوم من شاهد، ولكن هجوم أقوى من اللعبة دينا مشرف، وتحصد دينا النقطة التاسعة ليها
تزود الفارق ليصبح 4 نقاط 9-5. هجوم قوي من دينا بضربة لولبية أمامية قوية على يسار اللعبة شاهد سامح تتفرج عليها فقط لغير. 10-5 نقطة واحدة ودينا تفوز بهذا الشوط. فعلا دينا تحصد الشوط الأول 11، الشوط الثاني 11-5، كانت أخذت الشوط الأول 11-2 بفارق كبير. الفارق بيتقلص ولكنها في النهاية بتتقدم 2-0 في المباراة الأولى بين فريقي الأهلي والزمالك. كابتن طارق الشوط الأول بعد ما خلص كان واقف بيدي تعليمات لدينا مشرف، في الشوط الثاني جالس على الكرسي خلاص حاسس إنه المباراة بتاعته. هو طبعا المدرب بيبقى قارئ جيد للقاء والمباريات، خلاص هو حط في بطه بطيخة صيفي ان يفوز بهذه المباراة وهذا اللقاء، دي رؤيته. بنحاول ان احنا نقرأ افكار الاجهزة الفنية من خلال توجيهاتها وتعليماتها وارشاداتها للاعبيها. تعاود دينا مشرف الوقوف على الطاولة، معاها ضربة الإرسال في الشوط الثالث من المباراة الأولى في هذا اللقاء الهام الختامي للدورة المجمعة الأولى للسيدات. دينا مشرف كور قصيرة وهجوم من دينا بضربة باك هاند فيها دوران أمامي أو دوران خلفي لأنها من الباك هاند. تتقدم دينا مشرف 1-0 وضربة إرسال تخفق دينا مشرف في أن تعبر الكرة إلى ملعب شاهد. كرات متبادلة جميلة تحصد بها اللاعبة دينا مشرف لاعبة النادي الأهلي هذه النقطة، تصبح النتيجة 1-2 وضربة إرسال مع شاهد سامح. هجوم من دينا قوي عنيف في دوران في سبين تحصد بيه النقطة الثالثة ليها دينا مشرف ومعاها ضربة الإرسال. هجوم من دينا بالباك هاند على يمين اللاعبة شاهد سامح. كابتن مصطفى محمود رئيس الجهاز بيطلب تايم اوت، وقت مستقطع الاول عشان يهدي اللعبة شاهد سامح ويحاول ان يقلص الفارق اللي اصبح 3 نقاط لصالح اللعبة دينا مشرف اللي متقدمة 4-1 ويحاول انها تلتقط انفسها. ولكن زي احنا شايفين دينا مشرف بسرعة بترجع الى الطاولة عارفة هي بتعمل ايه، لعبة جميلة في اخلاقها وفي ادائها الفني الرفيع. حكم اللقاء الكابتن احمد يعود يعلن انتهاء الوقت المستقطع الاول. دينا مشرف 4-1 ومعها ضربة الإرسال. يا سلام، فعلا شاهد استمعت جيدا إلى تعليمات ونصائح وإرشادات الكابتن مصطفى محمود رئيس الجهاز الفني لنادي الزمالك وحصلت نقطة ويتقلص الفارق إلى نقطتين، تصبح النتيجة 2-4. بيستعد الدولي لتنس الطاولة أخوها الكابتن محمد الدولتلي مدير المنافسات في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. مامتها كانت بطلة من أبطال لعبة تنس الطاولة
تتميز لعبة تنس الطاولة بأنها لعبة أسرية، إذا دخلت البيت لازم يكون في أكتر من طرف يمارس هذه اللعبة، الآباء والأبناء والزوجات والأحفاد، بالإضافة إلى أنها لعبة سهلة وجميلة وملهاش حدود في السن أو العمر. الاتحاد المصري لتنس الطاولة بيحرص على إقامة بطولات للرواد تصل المراحل السنية أحيانا إلى فوق 75 و80 و85 عاما للرجال والسيدات. لعبة تمارس في كل الأوقات لأنها داخل الصلاة، فالتغيرات المناخية لا تؤثر في إقامة فعاليتها، بل بالعكس يمكن أن تمارس في أي مكان. الاتحاد الدولي كمان بيشجع ممارستها في أي مكان حتى لو في أماكن مفتوحة عشان الفاني أو الرياضة للجميع. أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمحافظة الإسماعيلية. من الحاجات الجميلة في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة إنه سمح بارتداء البنطلون وارتداء أيضا الحجاب في للاعبات تنس الطاولة المسلمات والمتحجبات أو المتحشمات، وده حقيقة كان من الحاجات الجميلة اللي كانت في عهد الأستاذ أدهم شرارة، كان كندي الجنسية مصري الأصل أثناء رئاسته للاتحاد الدولي لتنس الطاولة، استطاع أنه يقر السماح للاعبات المسلمات بارتداء البنطلون وأيضا ارتداء الحجاب. تنس الطاولة من الألعاب الجميلة اللي بتدعو إلى السلام والمحبة بين الشعوب. نتذكر عودة العلاقات بين أمريكا والصين بسبب مباراة في تنس الطاولة كانت في بطولة الجامعات، بطولة العالم للجامعات اللي كانت بتقام في الصين، واستغل وزير خارجية أمريكا في ذلك الوقت هنري كيسنجر هذه المباراة ليعاود العلاقات بين الدولتين، أيضا الكوريتين. اتحاد الدولي لتنس الطاولة سمح للكوريتين بأنهم ينضموا في فريق واحد في أحد البطولات العالمية تشجيعا للسلام والمحبة بين الشعوب، وهو ده الهدف من الرياضة، الأخلاق والروح الرياضية والسلام والمحبة. دينا مشرف الشوط الثاني، ضربة الإرسال الأولى، ضربات قصيرة، النقطة الأولى لدينا مشرف مع سالي أسامة من نادي الزمالك، نادين الدولتلي أنا آسف. سالي أسامة ضربة ساحقة تحصد بها النقطة الأولى ليها مع نادين الدولتلي لاعبة النادي الأهلي. سالي أسامة ضربة الإرسال الأولى ليها في الشوط الأول، كرة قوية من نادين الدولتلي تحصد بها النقطة الثانية ليها وتتقدم 1-2. سالي أسامة لاعبة واعدة عندها طموح، معها ضربة الإرسال لاعبة نادي الزمالك، كرات قصيرة ثم هجوم من نادين الدولتلي ولكن خارج الطاولة، تصبح نتيجة 2-2. طبعا اللاعب أو اللاعبة لما بيبعد عن الطاولة أو بينقطع عن أداء التدريبات عشان يرجع مرة تانية بيبقى محتاج وقت كبير جدا عشان ياخد إحساس الطاولة، إحساس الكورة، إحساس المضرب، إحساس الأجواء المحيطة.
ادي نادين، هجوم من نادين ولكن خارج الطاولة، بالاضافة الى حفاظها على لياقتها البدنية. 3-3 مجموعهم 6. الوقت المصرح للتنشيف والتقاط الانفاس. سالي اسامة بتنطق الكورة كده على الطاولة، لازمة موجودة وبتهاجم ولكن خارج الطاولة. سالي اسامة معاها ضربة الارسال، نتيجة 3-4. نطق الكورة مسموح، هجوم من سالي بالباك هاند، ضربة لولبية خلفية جميلة تحصد بها النقطة الرابعة عليها وتتعادل 4-4. ويتغير ضربة الارسال مع نادين الدولتلي. هجوم من نادين، هجوم من نادين، هجوم متواصل من نادين، تحصد النقطة الخامسة ليها وتتقدم بفارق نقطة واحدة 5-4، ومعاها ضربة الارسال. نادين الدولتلي، هجوم من نادين من داخل الطاولة ولكن خارج الطاولة للاعبة سالي. 5-5. سالي أسامة معها ضربة الإرسال. سالي أسامة تضع الكرة في الشبكة. 5-6 نتيجة الشوط الأول من المباراة الثانية في لقاء الأهلي والزمالك في الدورة المجمعة الأولى لتنس الطاولة. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، نادين الدولتلي بتبادر بالهجوم بكرة لولبية أمامية تحصد بها النقطة السابعة ليها. حقيقة لابد أن نشيد بقناة الأهلي في تغطيتها الإعلامية المميزة الدائمة والمستمرة لأنشطة وفعاليات تنس الطاولة اللي بتساعد بقدر كبير في نشر اللعبة وإنها تخش البيوت ويتم التعرف على مهاراتها من خلال شاشة التلفاز. كل الشكر والتقدير لقناة الأهلي والقائمين عليها. نادين الدولتلي، هجوم من نادين، هجوم من نادين، تكشر عن ان يبهى نادين الدولتلي وتتقدم بفارق 4 نقاط. 9-5. 5-9 ضربة الارسال مع سالي اسامة. 5-9 بكل عقل تخطف كرة من الباك هاند بين، تحصد بها النقطة العاشرة ليها وتزود الفارق الى 5 نقاط. النتيجة 15، نقطة واحدة، وتحصل اللاعبة نادين الدولتلي على هذا الشوط. هنشوف فعلا. 11-5 نادين الدولتلي، الشوط الاول لصالح نادين والنادي الاهلي. على طول تتوجه نادين الدولتلي الى مدربها تاخذ جرعه من المياه مع تعليمات ونصائح وارشادات كابتن طارق. زي ما قلنا في الشوط الاول بعد انتهاء الشوط الاول من المباراه الاولى مع دينا مشرف كان واقف خلاص استريح او ارتاح واطمأن قلبه. نادين بتبلي بلاء حسنا بعد العودة لممارسة لعبتها الجميلة. اللاعب المحترف او اللاعب المميز بيصعب عليه انه يبعد عن الملعب، حياته هي ممارسة الرياضة وممارسة اللعبة المحببة اليه. الشوط الثاني في المباراة الثانية أعزائي مشاهدي قناة الأهلي
ضربة الإرسال الأولى في الشوط الثاني مع سالي أسامة لعبة نادي الزمالك اللي بتنطق كورة على الطاولة، وضربة إرسال تضعها في الشبكة، طبعا زعلانة متأثرة إزاي تعمل كده، وتهدي النقطة الأولى إلى نادين الدولتي. هجوم من نادين، هجوم من نادين، ضربة أمامية لولبية قوية على يسار اللاعب سالي أسامة، تحصد بها نادين النقطة الثانية لها في هذا الشوط الثاني، ومعها ضربة الإرسال نادين، 2-2. ضربة إرسال قوية واستقبال أقوى من سالي أسامة، تحصد النقطة الأولى ليها في هذا الشوط، 2-1. هجوم من نادين، هجوم من نادين بضربة أمامية لولبية قوية على أقصى يمين اللاعبة سالي أسامة، لا تستطيع سالي أن ترد الكرة ردا سليما، وتصبح النتيجة 1-3 بفارق نقطتين. سالي أسامة معها ضربة إرسال لعبة نادي الزمالك، وهجوم من سالي بضربة لولبية خلفية من الباك هاند سبين، تحصد بها النقطة الثانية ليها وتقلص الفارق إلى نقطة واحدة، 2-3. ومعها ضربة إرسال سالي، هجوم من سالي، هجوم من سالي، تكشر عن أنيابها سالي وتبادر بالهجوم بضربة أمامية لولبية قوية، تحصد بها النقطة الثالثة ليها وتتعادل 3-3. وتغيير لضربة الإرسال، ضربة الإرسال مع نادين الدولتلي، هجوم من نادين من الباك هاند سبين أو السبين باك هاند، تحصد النقطة الرابعة ليها وتتقدم 4-3. نادين الدولتلي لاعبة النادي الأهلي بتنطق الكورة كده على المضرب، دي اللازمة بتاعتها. هجوم من نادين الدولتلي، هجوم من نادين الدولتلي، زي ما قلنا هي كمان بتكشر عن أنيابها. وقت مستقطع يطلبه الكابتن مصطفى محمود رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك العائد من الكويت مؤخرا بعد سنوات طويلة من الغربة. بيحاول ان ما يزدادش الفارق بين اللاعبتين، يحافظ على هذا الفارق، علشان زي ما قلنا من البداية ان نادي الزمالك بيدفع بيه الصف الثاني، بيدفع بيه الناشئات لاكتساب الخبرة. ماتشات الدوري الممتاز ماتشات محتاجة خبرة كبيرة للاعبين أو اللاعبات، بيكتسبوها من خلال المشاركات، من غير المشاركات مش هيكتسبوا هذه الخبرة. خطوة جريئة من نادي الزمالك. الدورة المجمعة الثانية هتكون إن شاء الله في النصف الثاني من شهر أبريل. هتكون في القاهرة. طبعا الدورة المجمعة الأولى الفائزين بها بيحصدوا النقاط استعدادا للدورة المجمعة الثانية. سالي أسامة معها ضربة إرسال والنتيجة 3-6. هجوم من نادين ولكن في الشبكة، 4-6، 6-4 لصالح نادين الدولتي اللي معها ضربة الإرسال، ويتقلص الفارق إلى نقطتين. هجوم من سالي وهجوم رد الهجوم بهجوم أقوى من نادين الدولتي بضربة لولبية أمامية قوية، تحصد بها النقطة السابعة ليها في الشوط الثاني من المباراة الثانية، اللي متقدم النادي الأهلي 1-0 في المباريات وأيضا في أشواط المباراة الثانية، 4-8 تقدم لنادين الدولتلي أو 8-4.
اللي معاه ضربة ارسال بننطق او ننطق السكور بتاعه، يعني دلوقتي النتيجة 4-8 وضربة ارسال مع سالي، عشان كده بنقول 4-8 اذا كان الارسال مع نديدي بقى هقول 8-4، يزداد الفارق الى 5 نقاط، يزداد الفارق مع ازدياد الخبرة والحنكة والمهارة الفنية العالية لنديم الدولتلي اللي تضع الكرة في الشبكة وتقلص الفارق الى 4 نقاط، 9-5، ومعاها ضربة الارسال. سالي تحط الكرة في الشبكة، استقبال غير جيد، لا تستطيع ان ترد ضربة الارسال ردا سليما. نديم 10-5 و11-5 نديم الدولتلي الشوط الثاني، نفس نتيجة الشوط الاول 11-5. سالي مش عاجبها أداءها، نفسها تؤدي بطريقة أفضل، ولكن لازم نحترم الخبرة، خبرة السنين والاجتهاد في التدريب، لسه لاعبة واعدة ينتظر منها الكثير، أتيحت لها الفرصة في مرحلة الناشئات انها يدفع بها في مباريات السيدات وفي الدوري الممتاز المصري. عودة للاعبة نديم الدولتلي الى طاولة اللعب استعدادا لبدء الشوط الثالث. وكمان سالي أساب تعود ايضا لبدء فعاليات الشوط الثالث من المباراة الثانية في لقاء الأهلي والزمالك. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، هجوم من سالي بضربة لولبية أمامية قوية على يمين اللاعبة نادين الدولتلي، تحصد بها اللاعبة سالي النقطة الأولى ليها في الشوط الثالث. نادين ضربة إرسال وهجوم من نادين، النقطة الأولى ليها في الشوط الثالث 1-1، وتغيير لضربة الإرسال لتكون مع اللعبة سالي أسامة لعبة نادي الزمالك، بتنطق الكورة كده على الطاولة وبعدين تلعب ضربة إرسال قوية تحصد بها النقطة الثانية لها في هذا الشوط الثالث 2-1. هجوم من نادين، هجوم من نادين بضربة باك هاند سبين على يمين اللاعبة سالي أسامة، مش عاجبها أداءها سالي أسامة، أدي سالي بتهاجم النتيجة الآن 3-2 لصالح اللاعبة نادين الدولتلي. كمان حصدت اللاعبة نادين النقطة الرابعة ليها لتصبح النتيجة 2-4 وضربة إرسال مع سالي أسامة. الشوط الثالث أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان 2-4 وضربة إرسال مع سالي أسامة لاعبة نادي الزمالك، ضربات قصيرة ولكن سالي تضع الكرة في الشبكة، بتكلم نفسها ليه أنا عملت كده، إزاي أنا أحطها في الشبكة، بتحاول تجتهد تركز. اتنين خمسة، هجوم من داخل الطاولة لنادين الدولتلي تحصل النقطة الستة ليها وتتقدم نادين 6-2، فارق 4 نقاط. ضربة إرسال مع نادين الدولتلي، هجوم من نادين خارج الطاولة من سالي 7-2،
يزداد الفارق الى 5 نقاط وضربة ارسال مع نادين الدولتلي. نادين الدولتلي تنوع من ضرباتها وتحصد على النقطة 8 لها ويزداد الفارق الى 6 نقاط. وساري كمان تساعدها تديها هدية ضربة ارسال في الشبكة 2-9. هجوم من ساري ورد اجمل من نادين تصبح النتيجة 2-10 او 10-2 لنادين الدولتلي. اذا استطاعت نادين ان تحصد هذه النقطة يبقى بتفوز بالشوط الثالث والمباراة الثانية. وادي هجوم من نادين ولكن خارج الطاولة 3-10-3 فارق 7 نقاط طبعا فارق كبير جدا. هجوم من نادين والشوط الثالث 11-3 لصالح نادين الدولتلي وتقدم النادي الاهلي 2-0 في المباريات بعد فوز اللاعبة نادين الدولتلي بنتيجة 3-0 على اللاعبة سالي أسامة. المباراة الثالثة في لقاء الأهلي والزمالك أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان بين اللاعبة الواعدة مريم هشام من النادي الأهلي وجنى سعد من نادي الزمالك. أيضا النادي الأهلي بيدفع بيه الصف الثاني بيدفع بيه الناشئات للمستقبل. حكم المباراة واللقاء كابتن حكم الدولي أحمد ياقوت بيجري قرعة في بداية المباراة لاختيار ضربة الإرسال أو المكان. الفائز بالقرعة بيبقى له الحق في اختيار العديد من الاختيارات، ممكن يختار ضربة الإرسال، ممكن يختار الاستقبال، ممكن يختار المكان، كل دي خيارات بيختارها اللاعب حسب مخططه للشوط. ضربات إحماء في بداية هذه المباراة الثالثة أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بين اللاعبة مريم هشام صاحبة القميص الأحمر على الجانب الأيمن من الطاولة ضد اللاعبة جنى سعد لاعبة نادي الزمالك. الناديين بيدفعوا بالصف الثاني في المباراة الثالثة لاكتساب الخبرة. تختبر مريم هشام الكرة بتقول الحكم ممكن تكون اتكسرت اتعوجت. من حق اللاعب انه يختبر الكرة. حكم الدولي الثاني نسمة ياقوت لسه رجع من بطولة عمان الدولية لها مشاركات دولية عديدة من آل ياقوت بالإسماعيلية أسرة لتنس الطاولة والدها الكابتن علي ياقوت المحترف تدريبيا في السعودية المملكة العربية السعودية واللي قاعد قدامها عمها الحكم الدولي أحمد ياقوت. بدأت المباراة والشوط الأول منها 1-0 لجنى سعد ومعها ضربة الإرسال. هجوم من جنى ولكن رد من مريم هشام تحصد بيه النقطة الأولى ليها وتصبح النتيجة 1-1 ويتغير الإرسال مع مريم هشام. جنى لاعبة مهاجمة بتبادر بالهجوم. مريم لاعبة صاعدة واعدة في المنتخب القومي المصري للناشئات وتعتبر المصنفة الأولى في هذه المرحلة السنية. 2-2 جنى سعد والدها الكابتن محمد سعد أيضا مدرب ولاعب سابق في تنس الطاولة
مريم هشام اختها مروة هشام، الاثنين ابطال في النادي الاهلي والمنتخب القومي المصري، امل تنس الطاولة المصرية خلال الفترة القادمة. جنى سعد، يا سلام يا جنى، هجوم، تبادر جنى دائما بالهجوم، والهجوم هو خير وسيلة للدفاع، وتتقدم جنى بفارق نقطتين وتصبح النتيجة 2-4، وضربة ارسال مع مريم هشام. جنى بتهاجم، تبادر بالهجوم، ولكن المرة دي خارج الطاولة، يتقلص الفارق الى نقطة واحدة 3-4، وضربة ارسال مع مريم هشام. مريم هشام لا ترد الكرة ردا سليما، وتتقدم جنى محمد سعد 5-3 بفارق نقطتين عن مريم، ومعها ضربة الارسال جنى. هجوم من جنى، تنويع في الضربات، هجوم من جنى وتنوع في الضربات، ورد اجمل بهجوم اجمل من مريم هشام، تقلص الفارق الى نقطة واحدة 5-4. ما زالت جنى متقدمة، هجوم من مريم، هجوم من مريم ولكن في الشبكة المرة دي، الفارق نقطتين 4-6، وضربة ارسال مع مريم هشام. زحلقت جنى هشام، قلنا طبعا الارض ممكن يكون ما زالت فيها مشكلة. كابتن مصطفى محمود حكم اللقاء شايف ان ما فيش حاجة، ولكن زي ما اتفقنا سلامة اللاعب اولا. استدعاء لمسؤول أرضية الملعب. السلوتيب ممكن يكون بيساعد على التزحلق أو الانزلاق، لأنه أملس، المفروض بيكون فيه نوع من أنواع اللصق اللي يعد فيه حذاء اللاعبة او اللاعب، رغم ان الاتحاد المصري لتنس الطاولة كان حريص على توفير ارضية الملعب، الارضية القانونية للعب تنس الطاولة ذات اللون الاحمر. الاتحاد المصري لتنس الطاولة بينوع في محافظات إقامة فعالياته، الشهر الماضي كان في بني سويف، منذ فترة طويلة لم تقام أي بطولات في جنوب مصر، الاتحاد المصري غامر وأقام بطولة الجمهورية للناشئين في محافظة بني سويف لإتاحة الفرصة لكل محافظات المعمورة بممارسة لعبة تنس الطاولة. قبلها كان في اسكندرية، وقبلها في القاهرة، والنهاردة في محافظة الإسماعيلية. نعاود مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة الأهلي العودة للمباراة الثالثة في لقاء الأهلي والزمالك، والنتيجة الآن 6-6 بين اللاعبة مريم هشام لاعبة النادي الأهلي واللاعبة جنى محمد سعد لاعبة نادي الزمالك اللي معاها ضربة الإرسال واللي بتضع الكرة في الشبكة. 6-7 لصالح مريم هشام، هجوم من جنى ولكن خارج الطاولة، تقدم لمريم هشام 8-6 بفارق نقطتين، ومعاها ضربة الإرسال صاحبة القميص الأحمر، ونقطة لمريم هشام
ليزداد الفارق الى 3 نقاط 9-6. يا سلام يا مريم، ضربة لولبية امامية قوية على يسار اللاعبة جنى محمد سعد. 16 قاب قوسين او ادنى مريم من الحصول على الشوط الاول، وهجوم من جنى ولكن خارج الطاولة. 11-6 لصالح اللاعبة مريم هشام. الشوط الاول اهلاوي. الحكم الثاني الحكم الدولي نسمة ياقوت. لابد انها الكرة هي المسؤولة عنها، تديها للحكم الاول استعدادا لبدء الشوط الثاني من المباراة الثالثة. لو استطاعت اللاعبة مريم هشام ان تفوز على اللاعبة جنى محمد سعد بينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي 3-0. اما اذا استطاعت اللاعبة جنى محمد سعد انها تفوز بهذه المباراة هتبقى النتيجة 2-1، ونحتكم الى شوط ثالث او مباراة رابعة. الشوط الاول فازت به مريم هشام 11-6 اللي معاها ضربة الارسال. 1-0 مريم هشام تتقدم منذ اللحظة الاولى للشوط الثاني. وضربة ارسال وهجوم من مريم، هجوم من مريم بضربات باك هاند وفور هاند فيها سبين. 2 جنى معاها ضربة الارسال، هجوم من جنى ولكن خارج الطاولة. تقدم لمريم بفارق 3 نقاط 3، وهجوم من جنى ولكن خارج الطاولة. 4-0 لصالح مريم هشام لاعبة النادي الاهلي اللي معاها ضربة الارسال. هجوم قوي من مريم هشام بضربة لولبية امامية في اقصى يسار اللاعبة جنى محمد سعد، وتقدم 5-0. ضربة ارسال قوية وهجوم قوي ولكن المرة دي في الشبكة من مريم، تصبح النتيجة 1-5. وضربة ارسال مع جنى محمد سعد، هجوم من جنى ولكن هجوم اقوى واجمل من مريم هشام على اقصى يسار الطاولة للاعبة جنى محمد سعد اللي معاها ضربة الارسال. 1-6 يزداد الفارق الى 6 نقاط 7-1 زي ما اتفقنا بننطق السكور الاول للاعبة اللي معاها ضربة الارسال. 8-1 يبقى الارسال دلوقتي مع مريم هشام اللي متقدمة بفارق 7 نقاط. هجوم بضربة ساحقة من اللاعبة مريم هشام على اقصى يمين اللاعبة جنى محمد سعد، تنظر لها فقط ولا تستطيع ردها الرد السليم. 8 نقاط فارق 1-9، وادي نقطة لجنى محمد سعد لتقلص الفارق الى 7 نقاط 2-9. وهجوم من جنى ولكن خارج الطاولة. 10-2 يبقى ضربة الارسال مع مريم هشام. هجوم من جنى، انا بيعجبني في اللاعبة جنى انها لاعبة مهاجمة ولكن طبعا محتاجة تدريب وخبرة علشان احكام الضربات. وهي ضربة كمان خارج الطاولة. 11-3 الشوط الثاني لصالح لاعبة النادي الاهلي مريم هشام. والحكم الدولي نسمة ياقوت تحصل على الكرة وتتركها في يد الحكم الدولي الاول الكابتن احمد ياقوت. في انتظار الشوط الثالث اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، اللي زي ما قلنا لو استطاعت اللاعبة مريم هشام ان تحصد هذا الشوط يبقى بينتهي مباراة الثالثة لصالحها، وتنتهي او ينتهي اللقاء لصالح
النادي الأهلي بنتيجة 3-0، ونبارك للنادي الأهلي في حال فوزه. ولكنها مباراة من أو لقاء من طرف واحد، النادي الأهلي اللي دفع بالقوة الضاربة لدينا مشرف في المباراة الأولى ونادين الدولتلي في المباراة الثانية، ونادي الزمالك زي ما اتفقنا دفع بالصف الثاني لاكتساب الخبرة، لأنه يعلم جيدا الفارق في المستوى الفني بين اللاعبات. اثنين لا شيء لصالح مريم هشام لاعبة النادي الأهلي. وكرة في الشبكة، تتقدم مريم هشام 3-0، ووقت مستقطع لفريق نادي سيدات نادي الزمالك. بيحاول جاهدا الكابتن مصطفى محمود انه يقلل الفارق من خلال اعطاء التعليمات والنصائح والارشادات، لكن الاستجابة من اللاعبة ده حاجة مهمة جدا. مريم هشام معها ضربة الارسال ومتقدمة بفارق 3 نقاط 3-0، وادي كمان نقطة 4. يهيأ لي ان مريم هشام لاعبة النادي الاهلي هتنهي هذا الشوط وتنهي المباراة وتنهي بالتالي هذا اللقاء بين الاهلي والزمالك. اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، جنى ضربة ارسال قوية تستطيع ان تحصد بها نقطة لصالحها، وتصبح النتيجة 5-1 بفارق 4 نقاط لصالح مريم هشام لاعبة النادي الاهلي اللي معاها ضربة ارسال. تحصد ايضا مريم هشام وترد على جنى من خلال ضربة الارسال نقطة، 6-1، 7-1، ضربة ارسال قوية على يسار اللعيبة جنى محمد سعد، 1-7، وهجوم من مريم هشام من داخل الطاولة ولكن خارج الطاولة من ناحية اللاعبة جنى محمد سعد، 2-7، هجوم من جنى ولكن في الشبكة، 8-2 لصالح مريم هشام اللي معاها ضربة الإرسال، هجوم من مريم ورد خارج الطاولة من جنى محمد سعد، 9-2 بفارق 7 نقاط. ضربة ساحقة من مريم هشام ولكن خارج الطاولة، يتقلص الفارق إلى 6 نقاط، 3-9. جنى معاها ضربة إرسال لعبة نادي الزمالك، الكرة تعدي من مريم ويتقلص الفارق إلى 5 نقاط، 4-9. هجوم من جنى، هجوم من جنى بضربة لولبية أمامية قوية يعقبها ضربة ساحقة على أقصى يمين اللعبة مريم هشام اللي تنظر لها فقط لا غير، 9-5، 10-5، نقطة واحدة وتنتهي هذه المباراة. أهي آدي النقطة، 11-5، تفوز اللاعبة مريم هشام لاعبة النادي الأهلي بالشوط الثالث والمباراة الثالثة، لينتهي اللقاء بين الأهلي والزمالك. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ألف مبروك للجهاز الفني للنادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك لمحبي وعشاق تنس الطاولة بالنادي الأهلي. فوز النادي الأهلي بالدورة المجمعة الأولى التي أقيمت بالصالة رقم 1 و2 بنادي هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. كان معكم هشام أبو حشيش.
نقلنا لحضراتكم اللقاء الختامي بين الأهلي والزمالك، إلى أن نلتقي لكم منا كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.